كويس، بس مصطفى بيحب يلعب لبره كتير. لو مصطفى ما بيحبش يلعب لجوه، مصطفى بيلعب لبره كتير. الزمالك خطوره الزمالك كلها كانت في الكرات الثابته. لو الزمالك في الكرات الثابته خطير، كلنا عارفين زيادات حسام عبد المجيد، عارفين ان الزمالك بيلعب دايما على حسام عبد المجيد. طيب انت سبت الاهلي بيعاني كتير جدا وما قررتش ان انت تتدخل، بالعكس جوميز هو اللي اتدخل لما طلع، لما نزل ناصر ماهر مكان يوسف اوباما، ونزل سيف الدين الجزيري مكان ناصر منسي. ناصر ماهر كان هيسجل في كره في منطقه الجزاء، كان في زياده لعيبه الزمالك وكان هيسجل منها ناصر، ولكن الحمد لله ما عدت وما كانتش، ما راحتش المرمى. مصطفى شوبير اللي صد كره حلوه قوي من احمد سيد زيزو الشوط الاول، وبصراحه اوفا عامل ماتشات حلوه قوي من ساعه غياب الشناوي، الراجل ده عامل ماتشات حلوه قوي. ولكن انا مشكلتي النهارده مع مصطفى ان هو كان مركز ناحيه الشمال دايما، اللي هو كل كره بترجع لمصطفى، مصطفى على طول بيطوح لمعلول، كل كره بترجع لمصطفى بيطوح. يا مصطفى ده حبيبي، ايه ده بابا، مفكر انك تلعب الناحيه الثانيه. ونزل التغييره بتاع سامسون اكانولا دي، نزل في 89 مكان عبد الله السعيد. بص عبد الله السعيد، موضوع ان هو يلعب مركز 8 وموضوع ان عبد الله السعيد يلعب مركز 8 عنده مشكله كبيره. يعني عبد الله السعيد فكره ان هو يلعب مركز 8 عنده مشكله كبيره، لان المساحات اللي المفروض ان عبد الله يجري فيها بعيده كل البعد عن الحاجه اللي كان عبد الله بيعرف يعملها في بيراميدز، والحاجه اللي عبد الله بيعملها اخر السنوات اللي فاتت، ان هو عبد الله السعيد بيحب يروح لمنطقه الجزاء كتير، بيحب ان هو يقرب من منطقه الجزاء. انما عبد الله بينزل تحت يستلم من دونجا، عشان خاطر دونجا ما يقدرش ان هو يقوم بواجبات الديفندر والراجل اللي هو يطلع الكوره لنص الملعب ويربط من بين الخطوط، دي مشكله كبيره جدا. من غير كلام كتير عبد الله السعيد بيضطر ان هو ينزل يعملها، بيضطر ان هو ينزل علشان خاطر يعمل الباص من نص ملعب الفريق المنافس. ودي برضو مشكلة كبيرة بيعملها حسين الشحات، بس حسين انا مش عارف هو بيعملها ليه. يعني انت راجل جناح، انت ليه بتنزل نص ملعب الفريق المنافس عشان تساعد في بناء اللعب؟ مع ان ده مش دورك، ده دور امام، ولكن انت بتنزل وامام هو اللي بياخد الطرف. فالحتة دي حتة غريبة، لان حسين بحس ان هو بيموت الاهلي وبيموت ايقاع الاهلي بالكورات الكتير اللي هو بيفكر ان هو يحتفظ بيها تحت رجليه. وامام برضو نفس الكلام، يعني امام برضو بيموت الكورة كتير. تغييرات كولر بقى يا معلم، كولر اخيرا شاف ان الاهلي محتاج تغييرات. الدقيقه 73 راح منزل عمر كمال عبد الواحد، وراح مطلع بيرسي تاو اللي كان سيء، نزل